If force, length, and time are selected as the three fundamental dimensions, the units of mass in the SI system could be written as. يبقى عايز ال units بال SI system لل mass. الفورس علاقتها بالماس ان هي تتضرب في الاكسلريشن، وبالتالي لو قلنا دايمنشنز الاول هيبقى اف يساوي الماس في اللينث على التايم سكوير، وبالتالي الماس بيساوي الفورس في التايم تربيع على ال L. لو بنتكلم على يونتس، إذن اليونتس هتساوي نيوتن سكند تربيع على المتر، وبالتالي نختار السي. والاختيار بتاعنا سي.